السلام عليكم ورحمة الله، أرجو من الله أن تكونوا بخير. موضوعنا اليوم هو الترقيد الهوائي. الترقيد الهوائي هو عبارة عن طريقة ناجحة لتكاثر جميع أنواع الأشجار في كل وقت من السنة، وخاصة إذا كبرت الشجرة وكانت بحاجة إلى تقليم. فالغصن اللي نعرف مستقبلا راح نقلمه، الأفضل نكاثر بواسطة الترقيد الهوائي حتى يكون شجرة مستقلة. نجي هنا نتكلم عن خطوات الترقيد اللي هي موضحة بالصورة في البداية. أولا، تقشير الغصن المراد قطعه مستقبلا. ثانيا، تقشير لحاء الغصن بمقدار معين. ثالثا، إضافة هرمون التجذير لهذا الجزء المقشر أو العسل والدارسين اللي هي القرفة، حيث يعتبر هذا الخليط مجذر طبيعي ومن الممكن أن ينجح الترقيد بدونهما. يا أما نضيف مجذر اللي هو نلقاه عند جماعة الأسمدة، يا أما نقدر نحضر مجذر طبيعي من العسل والدارسين اللي هي القرفة. رابعا، لف قطع بلاستيك أو كرات الترقيد حولها وملأها بتربة طينية. خامسا، الضغط عليها برفق حتى يخرج الهواء منها، اللي هي منو يقصد عليها، يا أما الكيس يا أما كرة الترقيد. ثم غلقها من فوق وتغطيتها بكيس ورقي أو ألمنيوم أو جريدة لحفظ السوائل داخل البلاستيك أو الكرات. سادسا، إذا كان الغصن معرض للشمس ممكن أن يفقد السوائل بسرعة، حيث يمكن كل فترة نسقيها عن طريق حقنة ماء، وخلال شهر إن شاء الله يتكون مجموع جذري جيد يمكن من خلالها فصل الغصن عن الشجرة الأم ويزرع على شكل شجرة جديدة. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.